بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. طلبتنا الأعزاء، نبدأ معكم الآن بتحليلنا لقصة رسم القلب، المقطع الرابع. شرحنا في حصة سابقة، وصلنا عند المقطع الثالث، كيف أن النبتة بدأت تنمو وبدأ يعتاد عليها، وصار هنالك علاقة حب تربط القاص بالنبتة، لكن عندما بدأت بالنمو والتسلق على الجدار كان يريد أن يوجهها يسار الجدار باتجاه الباب، ولكنها كانت تريد أن تتوجه باتجاه النافذة، فقام بربطها بخيط ولي عنقها، استجابت له، لكن بعد أيام عادت ونمت باتجاه النافذة. جاء ليقوم بلي عنقها مرة أخرى، فوجد أنه قد أصبح أقسى من ذي قبل وارتجف، وقول أنها قد ارتجفت، وبالتالي يعني هنا وكأنها ترفض أن تنصاع لأمره وتتوجه باتجاه الباب. نكمل. من الصعب أن أفهم أو أصدق ما حدث، لكن تلك العنق ارتجفت بين أصابعي، يعني بقول أنا مش مصدق إنه هي مش راضي تروح باتجاه الباب، هي بدها تروح باتجاه النافذة، لكن تلك العنق ارتجفت بين أصابعي مثل سمكة حية. كيف السمكة اللي لما تطلعها من المي فبتبلش تتحرك هيك بإيدك زي كأنها بترجف؟ النبتة نفس الإشي، يعني أنت إذا غيرت اتجاهي كأنها بتقول له فأنا زي السمكة اللي طلعتها من المي ممكن أموت. ازددت إصرارا على تنفيذ ما بدأته. الآن شو الإشي اللي بدأه؟ إنه بده يوجه ساقها أو بده يوجه النبتة باتجاه الباب، وبينما أحاول ثنيها نحو الباب بإصرار إذ بها تنكسر. يعني أصر إنه يوجهها، هسه هي رايحة قلنا هيك باتجاه النافذة، أصر إنه بده يوجهها باتجاه الباب، فأجى مسكها من هون وشدها، شو صار فيها؟ انكسرت، يعني لما لفها الساق تبعها انكسر بهذا الشكل، واضح؟ وإذ بها تنكسر. كان الصوت الذي سمعته لحظة إذن، يعني في تلك اللحظة، أشبه بصوت كسر عظمة بشرية، يعني الصوت كان في شبه من كسر عظم بشرية. ودهمني شعور، فاجأني يعني شعور من ارتكب جرما في غفلة من الناس، يعني دخل فيه شعور، يعني أحسست وكأنني قد ارتكبت جرما والناس مش منتبهين إني أنا ارتكبت جريمة. والسائل الذي نز بمعنى سال من مكان الكسر لطخ يدي. الآن السائل الموجود في الساق، يعني إحنا النبات لو كسرنا النبات حنلاحظ إنه من جوا رطب، في سائل، هذا اللي بغذي النبات، يعني هو اللي بمدها في الحياة النبتة. فهذا السائل لما كسر الساق نز من مكان الكسر وملى إيده، يعني إيده تملت بهذا السائل اللي خرج من ساق النبتة. أما رأسها فظل بين أصابعي، رأس النبتة لما وجهها انكسرت نزل منها سائل وملى إيده، والرأس تبع النبتة ظل بإيده بين أصابعه. لم أدري ما أذا أفعل به، يعني مش عارف شو أعمل في هذا الرأس. تلفت حولي بذعر يعني بإحباط ويأس، أو تلفت حولي بذعر، تراجعت قدماي نحو الوراء، يعني رجعت لوراء. رأيت في الأوراق عيونا تتهمني، يعني كأن الأوراق فيها عيون وكأنها تنظر إليه وتتهمه أنه قد قتل هذه النبتة. وإذ سقط الرأس من يدي فتحت الباب وغادرت البيت، يعني وقع الرأس من إيده فهو فتح الباب وغادر البيت، يعني ترك المكان هذا اللي ارتكب فيه هذه الجريمة، هي جريمة قتل النبتة. لم تمضي سوى أيام قليلة حتى ذبلت أوراقها، يعني أبقى النبتة موجودة وحاول يهتم فيها، لكن مرت أيام قليلة فأوراقها ذبلت، صارت ذابلة. ليش؟ إنه خلاص فقدت الحياة. حاولت إنقاذها، يعني حاولت أني أنا أنقذها، أسقيها، أربطها، أعمل أي شيء. نظفت مساماتها بقطعة من القماش المبلول، يعني بلشت أبل القماش وأنظف، بلكي إنها استفادت من هذا البلل الموجود حتى في النهاية إنها تنمو وأنظفها. رويتها بحرص، يعني بلشت أرويها، أسقيها ماء بحرص وأنا حريص على إنها تكون عايشة. فتحت الستائر والنوافذ، يعني بدأ يعمل بالأشياء الاعتيادية اللي هو محتاج إنه يعمل لها إياها، لكن كانت أشبه بعزيز يريد الانسحاب من حياتي بصمت موجع. إذا تألم القاص بسبب موت هذه النبتة التي ملأت عليه حياته. رويدا يعني راح من فترة إلى فترة أخرى، اصفرت أوراقها، كل يوم تصفر
أوراق جديدة، يعني كل يوم بتصير أوراق جديدة صفراء ثم تجف وتسقط، لم يبقى سوى أغصانها التي اسودت، يعني الأوراق صارت صفراء وماتت وجفت، الآن أغصانها اسودت، صار لونها أسود كأنها قد تعفنت يعني، وبدت مثل أذرع سوداء لعنكبوت خرافي يتشبث بجدار. إذن صارت الساق تبعتها زي أذرع لعنكبوت بتشبث في الجدار، يعني هي صارت زي عنكبوت ماسك بالجدار، ثم يسقط على الأرض فجأة في إحدى ليالي أيار. هذا العنكبوت يسقط على الأرض مع الزمن في إحدى ليالي أيار، اللي هو شهر أتوقع شهر 6 أيار. طيب، فيعود الجدار مثل ما كان متقشرا مصفرا وعاريا، أما أنا فقد دهمتني رغبة جامحة غير مفهومة، دهمتني يعني فاجأتني رغبة جامحة غير مفهومة برؤيتي ذلك الصديق حسني، يعني اشتقت إني أشوف حسني. لماذا اشتقت إليه حين سقط العنكبوت في سكون تلك الليلة من أيار؟ إذن هل اللي سقط عنكبوت فعلا؟ لا، هو بيتحدث عن ساق النبتة، ساق النبتة التي ماتت وسقطت، طبعا أصابه الحزن الشديد على فراقها. هو شاف أنه لازم أروح أشوف صاحبي حسني. مين؟ ليش؟ أول شيء حسني مقرب منه، ممكن يخفف عنه مصيبته اللي صارت بسبب موت تلك النبتة، ممكن يطمع أنه حسني يهديه نبتة جديدة وهكذا. دهمني بمعنى فاجأني، لطخ بمعنى لوث أو وسخ، ذعر خوف، جامحة قوية. أضف إلى معجمك اللغوي نزة بمعنى قطرة وسال، اللي هو السائل نزة السائل، فلطخ يدي بمعنى قطرة وسال، لطخ بمعنى وسخ، تشبث بمعنى تمسك بقوة، إذا تشبث بمعنى تمسك بقوة. ما الجذر اللغوي لكل من انسحاب سحبة اسودت سويدة؟ طيب، السائل سيلة، أدر أدري دريا، أدري دريا، الوراء وريا، تمضي مضيا، يبقى بقي، اشتقت شوقة، اشتقت شوقة. الفهم والتحليل، أراد القاص أن تسير النبتة في طريق، وأرادت النبتة أن تسير في طريق آخر، لماذا أصر كل منهما على رأيه؟ يعني ليش أصر كل واحد منهم على رأيه؟ القاص أراد لها أن تتوجه نحو الباب لأن المساحة المتبقية من الجدار حتى النافذة لا تستوعب، هذا السؤال أجبناه في الفقرة السابقة ونجيبه الآن. النبتة أرادت التوجه نحو النافذة حيث الضوء والهواء وكأنها تريد البقاء والحياة. ما نتيجة التعنت؟ قست أصابعه وهو يحاول لي عنقها. أجبنا هذا السؤال، طبعا النبتة انكسر عنقها أولا ولم تمضي سوى أيام قليلة حتى ذبلت أوراقها وصفرت ثم جفت وسقطت، طبعا هذا أجبناه سابقا وإجابته يعني الأولى أن يكون موجود فقط في هذه الفقرة، لكن ذكرناه في المقطع السابق لأن هنالك ارتباط أنه بدأت ترتجف بين أصابعه في المقطع اللي قبل هذا. اشتاق القاص في نهاية القصة إلى رؤية صديقه حسني، على ما يدل ذلك؟ له عدة دلالات، أولا أسفه وندمه على موت النبتة وكأنه يريد نبتة أخرى من صديقه حسني بدل التي ذبلت، وهذا قلناه قبل قليل بالشرح. اثنين، شعوره بالذنب لما حل بالنبتة وخجله من صديقه الذي أوصاه بالعناية بها. ثلاث، ربما يكون قد عاوده المرض بعد سقوط النبتة، إذن ربما يكون قد عاوده المرض بعد سقوط النبتة فاشتاق لرؤية صديقه ليعود ويطمئن عليه حاملا بيده نبتة تشبه تلك التي سقطت، ويترك أيضا للطالب، يترك للطالب أسئلة التذوق الخاصة بهذا المقطع. ما دلالة كل من حين سقط العنكبوت في سكون تلك الليلة من أيار؟ دلالة على موت النبتة، إذن ما دلالة ذلك؟ موت النبتة. بما يوحي استخدام القاص لفظة عنكبوت في نهاية القصة؟ التشبث بالحياة، فقد كانت النبتة مقاومة متشبثة بالحياة كعنكبوت يتشبث بالجدار ثم هوى وسقط. وضف القاص عناصر القصة والصوت واللون إلى آخره، الحركة والصوت واللون، هنا يوجد حركة، سقط الرأس من يدي أو تسقط، في عندي هنا أيضا اللون، اصفرت أوراقها، أغصانها التي سودت، يعود الجدار مصفرا. بين القيمة الفنية لهذا، تقريب معنى في نفس المتلقي أجبناه في أكثر من مقطع. أشر إلى المواضع التي ظهرت فيها المشاعر الآتية: التردد، تراجعت قدماي نحو الوراء، الندم، حاولت إنقاذها، كانت أشبه بعزيز يريد الانسحاب من حياتي، ودهمني شعور من ارتكب جرما في غفلة من الناس، والسائل الذي نز من مكان الكسر لطخ يدي. أسئلة على القصة كاملة، يعني هنالك بعض الأسئلة ليست مختصة بمقطع من المقاطع، على القصة كاملة. اقترح نهاية أخرى للقصة تتفق مع رؤيتك ومنطق الأحداث، هذا يترك للطالب، إنك أنت تألف قصة
يعني ممكن مثلا من وجهة نظر دليل المعلم نمو النبتة وانتعاشها ورؤية حسني وصديق لها وهي تكبر، ورؤية حسني صديقه لها وهي تكبر وتزهو. الحرية حق طبيعي للإنسان، ناقش هذه العبارة في ضوء فهمك القصة. أن نترك الآخرين يمارسون حريتهم كما يشاءون ولا نضغط عليهم أو نقتحم حياتهم ما لم تؤذنا حريتهم، هذا أجبناه سابقا ونكرر إجابته اليوم. تقبل الآخر شيء ضروري في حياتنا، بين مدى التزام القاص هذه المقولة في رأيك. لم يكن ملتزما التزاما مطلقا في تقبله النبتة وفق أحداث القصة، ففي كل مرة كان يحاول التخلص منها لأنها تزعجه وتثير السأم في نفسه. أيضا أجبنا هذا السؤال سابقا في أكثر من مقطع ونكرره هنا لأنه على القصة كلها. طيب، أيهما أنجح برأيك؟ إنسان سريع التكيف أيهما هنا؟ إنسان سريع التكيف مع العالم المحيط أم إنسان بطيء التكيف؟ طبعا يعني برأيك أنت، لكن أنا برأيي الإنسان سريع التكيف هو الإنسان الأفضل، لأنه يستطيع أن يتأقلم مع الآخرين ولا يزعجهم أو يزعجوه. الآن هبك أردت أن تقدم فكرة غيرك في قالب قصصي، ما الفكرة التي تشغلك وتريد التعبير عنها؟ ما الرمز الذي تختاره؟ هذا مختص بالطالب نفسه، هو يختار ما يشاء. تذوق التفكير لهذا أو للقصة كاملة. قيل في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، أذكر ما يدل على ذلك من القصة. العجلة واضحة عندما لاحظوا لوى عنقها فانكسرت، قصت أصابعه وبالتالي أظهر ندما. إذن يعني لما انكسر مع انكسرت النبتة وماتت لأنه استعجل، فهذا كان هنا في عجلة فكان في ندامة. الصراع في أي قصة؟ إحنا نعرف عناصر القصة اللي هي الحبكة، الزمان، المكان، الشخوص، الحدث وغير ذلك، والآن سنتحدث عنها. الصراع في أي قصة لا يحدث في فراغ، فلا بد له من زمان ومكان وشخوص وحدث وغيرها من عناصر أخرى. وضح هذه العناصر في القصة، هذا حفظ حفظ حفظ، اكتبها حفظ، مهم جدا، هو أهم شيء في القصة اللي هو عناصر القصة، واضح؟ حفظ. طيب الآن الزمان من شهر آذار إلى شهر أيار، هذا الزمان الكلي، في جزئيات في الزمان كنا نحكي عنها أثناء القصة. إذن من شهر آذار إلى شهر أيار. المكان منزل القاص، منزل القاص اللي كان بيكون فيه، وقلنا في أماكن فرعية مثل الغرفة، مثل الدرج، أسفل الدرج وغير ذلك. الشخوص، الشخوص اللي كانوا في القصة فقط ثلاث أشخاص، النبتة والقاص وحسني صديق القاص. إذن النبتة والقاص وحسني صديق القاص. الحدث، العلاقة بين القاص والنبتة، الحدث يعني تسلسل الأحداث، يعني ملخص القصة باختصار. العلاقة بين القاص والنبتة التي مرت بمراحل وتحولات كثيرة، إذ تبدأ العلاقة متوازنة بين القاص والنبتة، فعلاقته بما بها تماثل علاقته بالأشياء من حوله مثل الكرسي والطاولة أو الخزانة، ثم تتحول العلاقة إلى حالة من عدم التوازن إلى حالة عدائية، إذ تفرض عليه تغييرا في السلوك اليومي. يعني بحطي لي هنا الأحداث اللي صارت في القصة اللي إحنا قمنا بتحليلها. ذروة التأزم اللي هي قمة المشكلة اللي هي الحبكة أو العقدة، انكسار عنق النبتة عندما رفضت التوجه نحو الباب، يعني هاي قمة المشكلة في القصة. الحل، موت النبتة واشتياق القاص إلى رؤية صديقه حسني، يعني ليس دائما الحل يكون أو نهاية القصة الخاتمة تكون إيجابية. طب صنف شخصيات القصة، أيضا هذا سؤال مهم جدا مهم جدا. بدنا نصنف شخصيات القصة إلى، لاحظوا، شخصيات نامية، القاص والنبتة، هذول اللي بتطوروا مع تطور القصة، نامية بمعنى تنمو مع القصة. شخصيات ثابتة، حسني، يعني حسني كأجا وعطى النبتة وراه خلص وانتهى، ما نام مع القصة، لكن هو كان دائما بيهتم بتغير مع يعني النامية، يعني بمعنى آخر بتغير مع تغير أحداث القصة. يعني هل النبتة لما جابها حسني ظلت زي ما هي لآخر القصة؟ لا، نمت وطلعت على الجدار وراحت باتجاه النافذة، بعدين وجهها باتجاه الباب، وهكذا. هذولا بتطوروا اللي هم القاص والنبتة، لكن حسني ما كان في تطور. إذن شخصيات نامية تنمو مع القصة، ثابتة اللي هو حسني لا ينمو مع القصة. ضع يدك على مواضع التأزم، يعني في أكثر من موضع. هسا إحنا في عنا قمة التأزم، شو هي؟ قلنا قمة التأزم لما انكسر عنق النبتة عندما رفضت التوجه نحو الباب، لكن في أكثر من مكان كان في تأزم. لاحظوا، عندما فرض القاص على النبتة التوجه برأسها نحو الباب رفضت وتوجهت نحو النافذة، وعندما حاول إجبارها على ما يريد انكسرت. وهنا بدأت مأساة بطل القصة، إذ أحس باقترافه جريمة وحاول أن ينقذ النبتة. استخدم الكاتب القصة لعرض أفكاره، يعني هاي القصة لما كتبها الكاتب كتبها عشان يعرض أفكاره، ممكن أفكاره في الحياة. هل نجح في عرض أفكاره بهذا الأسلوب من وجهة نظرك؟
طبعا من وجهة نظرك يعني المفروض انك انت تجاوب من عندك، لكن هاي الإجابة موجودة في دليل المعلم، فمن نقدر نقرأها ونفهمها ونجاوب من عندنا. قدم القاص أفكاره في قالب قصصي جميل أراد من خلاله أن يقول إن الإنسان مسؤول عن تحقيق السعادة لا لنفسه حسب، يعني مش بس لنفسه بل لمن حوله أيضا. تلك السعادة التي تتمثل في ترك الآخرين يمارسون حريتهم كما يشاءون ما دامت لا تؤذي الآخرين. فانكسار النبتة وسقوطها توضح الواقع المؤلم للإنسان بسبب سلوكه، وأرى أنه نجح في عرض أفكاره في هذا الشكل الفني. القصة: هبك أردت أن تنصح صديقك بالصبر على حاله وعلى الآخرين، استخدم أسلوبا فنيا لنصحه غير القصة، بضرب الأمثال ممكن الحكم الشعر الذي يتضمن الحكمة أو بخاطرة أو غير ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من شرحنا وتحليلنا لوحدة قلب النبتة اللي هو قصة قصيرة بعنوان رسم القلب. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أقول وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم. شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.